تجمع 20,000 الناس 30,000 الناس وخطر ديال الزرع مع الكبار، ما لاحظناش الصغير الوطني يعني كان التجمعات العموميه قليله جدا، وسجلنا خلال حنا عدد التجمعات الانتخابيه بالخصوص اللي انطلقتها لم تتعدى أربعة التجمعات لثلاث أحزاب وهي عدالة والتنمية وحزب الاستقلال. التجمع الوطني عدالة والتنمية اللي برمج شي أربعة ديال التجمعات وقد واحد، حزب الاستقلال اللي برمج ثلاثة ديال التجمعات وعقد واحد، والتجمع الوطني للحرار اللي دار تجمع واحد في قاعة كلها هذه التجمعات ما تعدتش 700 شخص يعني كل هذا، بمعنى انه كان كاين مشكل في طريقه تدير الحمله عبر هذه الطريقه مع التواصل السياسي والخطاب السياسي. كما سجلنا عدم حضور شخصيات وازنه خلال الحمله الانتخابيه بخصوص مدينة وجدة، فإذا استثنينا حضور الرئيس للحزب التجمع الوطني للحرار اللي اختلط مع جوج ديال الوزيرات ووزير وكاتب الدولة، فكذلك بالنسبة للاستقلال حضور محتشم للسي توفيق جيرار وزير الإسكان، فما عدا الشخصيات ما كانش هناك شخصيات وازنة اللي جات تعزز الصفوف ديال الأحزاب في مدينة وجدة. كان منتظر حضور الأستاذ رامي من العدالة والتنمية في المهرجان ديال مدرسي الأكبر، لكنه في آخر دقيقة ما حضرش. إذا لم نسجل حضور شخصيات بارزة وازنة لترقص هذه المجموعات الانتخابية. وعلى صعيد الخطاب اللي كان التداول ديالو، بغيت نهني الأحزاب السياسية بصفة عامة والمشرعين على السلوك الحضاري اللي طبع الخطاب ديالو خلال الحملة الانتخابية. ما لاحظناش شي عنف في الخطاب، وما لاحظناش شنآن كبير بين الأحزاب، فقد تم حوار بصفة عامة حول انتقاد بالنسبة لواحد العدد ديال الأحزاب بخصوص الاستقلال تحت الشراكي مع الدولة التنمية. كان هناك انتقاد بالنسبة لبعض قوي لأداء المجلس المنتهي لولايته، وهو الانتقاد الذي تخفى في بعض الأحيان حدود الواقع. وسجلنا بخصوص يومين قبل اقتراع إصدار بيان شديد لجا في حق المجلس التعليم من طرف حكيم بعض التحرير الشرعي، وكذلك بعض التدخلات من طرف حزب العدالة والتنمية، ولكن رغم ذلك تبقى كما قلت نحن حملة نظيفة وحضارية ومسؤولة عن الأمور. مرت في الجو هذه وروح رياضية. فيما يتعلق بالمضمون، أنا كنخليكم مسؤولية أنكم ديروا قراءة في مضمون الخطاب السياسي خلال الحملة الانتخابية، وغتلاحظوا بنفسكم ربما وجدة ما كتخرجش عن القاعدة على الصعيد الوطني. بالنسبة للمضمون لابد أنه في المستقبل خصنا إن شاء الله نشاهدوا فيما يتعلق بالمضمون. هذا ماشي له بالنسبة للمرشحين والأحزاب السياسية، ربما حتى الطبيعة ديال الهيئة الناخبة لا تشجع، لأنه بعض المرات كننظروا الانتخابات ديالنا بعيون اسكندنافية، خصنا ننظروا كذلك بعيون مغربية، لأن الخطاب خصو يكون مطابق
المتوقف. تنجمش دير واحد الخطة اللي هو عنده واحد المستوى معرفي كبير وانت كتوجه لواحد الهيئة ناخبة في المستوى ديالها ضعيف. يمكن تخسر، يمكن يدير في واحد الخطة علمي وفي مضامين قوية حتى إرادة قوية ربما ما يديرهاش. إذن خص قراءة في المضامين ديال الخطة تكون هذه الخطة وقراءة مطابقة لواقع الحال بالنسبة للمجتمع المغربي وللهيئة الناخبة المغربية. لم نسجل وقائع أو أحداث اللي تلوت الجو العام بالنسبة للاتفاقات، مع ذلك بعض الأحداث بسيطة وكانت فيها تدخلات عنيفة فيما يتعلق بتوزيع بطاقة الانتخاب. فمثلا تم القاء القبض على السيدة بحوزتها بعوضة بطاقة انتخابية، ومع مدى التحقيق معها اعترفت السيدة على أنها حصلت على هذه البطاقة من نساء معارفة وحاولت ضبط الاتصال مع أحد المرشحين ولم يثبت أنه كان هو للحصول على مكافأة معينة. عرفوا الانتخابات ثم بدوا عندها تاريخ القصعى وعندها اقتصاد انتخاب اقتصاد ميكروني للطوع. تحدثت في الصعيد المؤسساتي، تحدثت بقوة الصعيد قوانين، تحدثت في موقع ديال الدولة، تحدثت في الطريقة ديال التدبير ديال السلطة ديال العملية الانتخابية، بل حتى بالنسبة للمرشحين، بل حتى للأحزاب السياسية، ولكن ربما مازالت في العقول ديال المواطن العادي. معليش يمكن يفوتها بجرة قلم، ما بقيتش دولة وقانون. احنا في شكل على أننا احنا لما كنا لبسنا عوالم ديال السلطة ديالنا اللي كيمشيو يطلبوا المواطنين أنهم يصوتوا، لأنه حاولنا ما يمكن أننا نحطوا المواطنين على التصويت. نخفيش عليكم على أنه في بعض الحالات الخطاب اللي كيبلغ الشخصية من طرف رجال السلطة يقول لها المواطن كيقول لها ما كيجلسش مع صوته. إذا مازالت هذه الفكرة عند واحد الشريحة من المواطنين، وهذا الشيء إذا ما اعترفناش به معناه أننا ما كندرسوش المسألة بطريقة علمية. ولذلك المسألة ديال بطاقة الانتخاب تعقدت شوية، ولكن قيمتها لا سياسية وقانونية ضعيفة وضعيفة جدا. فهي يمكن تزيد موضح في المسألة هو أن بطاقة الناخب على عكس ما زال البعض يعتقد، ونحن على الحملة الانتخابية ولحظة حتى قراءة بعض ما يشار في جرائدكم وفي جرائد الوطنية، فبطاقة الناخب ما عندها حتى شي قيمة قانونية بالنسبة للتصويت. فهي أداة كتسهل على الناخب المعرفة ديال المكتب فين غادي يصوت والرقم ديال التسجيل ديالو في اللائحة ديال الهيئة الناخبة. فلا زال البعض يعتبر حيث سمعنا حتى الناس يقولوا راك توزع البطائق بالآلاف وغاديك ثانية البطاقة ما تستعملهاش، لأن اليوم البطاقة تصنع فقط باش المواطن يشوف فيها الرقم والعنوان ديال المكتب اللي غيصوت فيه، وفيها الرقم باش غادي يمشي يلقى الاسم ديالو